يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلما أردت الإقبال على فعل طاعة أو مسابقة إلى خير جاءني شعور بأن فعلي هذا ليس خالصا لله. هذا من الشيطان يا أخي، لا تلتفت إليه، اعزم على فعل الخير واترك عنك الوساوس. يجيك الشيطان يقول اترك هذا رياء، وخاف عليك من الرياء، لا تصلي بالليل، لا تصوم، لا أخشى عليك من الرياء، هذا من الشيطان، اتركه وأقبل على الطاعة. نعم.